هذه النشرة برعاية كاستربول اس اي موبلر دينتالي. الاشتراك الديمقراطي يعد بتخصيص 60 مليار كرونة لوزارة الدفاع في حال فاز بتشكيل الحكومة المقبلة. بعد ارتفاع نسب تعاطي المخدرات في صفوف المراهقين، مدارس نور شوبينغ تقرر إجراء فحوصات عشوائية لطلبتها. أهلا بكم إلى نشرة الكومبس. وعد وزير الدفاع بيتر هولتيك فيست بزيادة ميزانية الدفاع أكثر من 60 مليار كرونة خلال فترة الولايات القادمة إذا تمكنت كتلة أحزاب الحمر الخضر من الفوز بالانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة. ويعني وعد الاشتراك الديمقراطي هذا تخصيص ما لا يقل عن 7 مليارات كرونة إضافية للدفاع، وهو أكثر مما كانت قد خططت له الحكومة حتى الآن. وتستند ميزانية الدفاع الحالية على اتفاق بين الاشتراكي الديمقراطي وحزب البيئة والوسط والمحافظين. وكان القائد العام للقوات المسلحة السويدية ميكائيل بيدن قد ذكر في شهر شباط فبراير الماضي أن ميزانية الدفاع بحاجة إلى زيادة تدريجية تصل إلى 63 مليار كرونة قبل العام 2021. تنظم شبكة الكومبس الإعلامية الثلاثاء القادم 28 من آب أغسطس مناظرة تلفزيونية بين ممثلين عن الأحزاب البرلمانية السويدية حول الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في 9 من أيلول سبتمبر. وستجمع المناظرة أعضاء في تلك الأحزاب من أصول عربية، حيث سيتم التركيز فيها على مواقف وسياسات هذه الأحزاب للسنوات المقبلة تجاه قضايا منها الهجرة والاندماج وسوق العمل. وستقام المناظرة في مقر ABF وسط العاصمة ستوكهولم عند الساعة 6 مساء، وسيتم نقلها تلفزيونيا عبر تلفزيون الكومبس ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة له، لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة من المشاهدين للتعرف على الاتجاهات الحزبية قبيل موعد التصويت في الانتخابات العامة. وتأتي هذه الفعالية ضمن حملة يلا روستا التي تقوم بها الكومبس منذ عدة أشهر. نبقى في الانتخابات، حيث قال هنريك أوسكارسون بروفيسور العلوم السياسية لوكالة الأنباء السويدية إن تأثير الحملات الانتخابية على سلوك الناخبين في التصويت محدود للغاية. وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإن ناخبا واحدا بين كل 3 ناخبين يقرر الجهة التي سيصوت لها في الأسبوع الأخير قبل الانتخابات، وفق الأرقام التي نشرتها وسائل إعلام سويدية بهذا الخصوص. فإن هناك تراجع حاد في نسبة الناخبين المستقرين الذين يصوتون لنفس الحزب، سواء فعلوا ذلك في وقت مبكر أو متأخر، وذلك من حوالي 80% في سبعينيات القرن الماضي إلى 60% في الانتخابات الثلاثة الأخيرة. قررت بلدية نور شوبينغ إجراء اختبار عشوائي للكشف عما إذا كان طلاب البرامج المهنية في المدارس الثانوية الحكومية قد تعاطوا المخدرات. وبحسب الصحف المحلية، فإن أحد الأسباب التي تقف وراء هذا القرار هو وجود بعض الطلبة الذين تظهر عليهم علامات التعاطي خلال الحصص الدراسية. ومن أجل إجراء مثل هذا الاختبار، يجب أن تحصل المدرسة على موافقة أولياء أمور الطلبة أو المسؤولين عنهم حتى عندما تجري مثل هذه الاختبارات بشكل عشوائي أو طوعي. ومن المقرر إجراء تلك الاختبارات في المدرسة من خلال موظفين متخصصين بصحة الطلاب. على الرغم من تحسن الوضع الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة في السويد، فإن هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين لا يدفعون الفواتير، وينتهي الأمر بهم عند مصلحة جباية الديون
التي تسمى كرونافودن. فخلال النصف الأول من العام الجاري 2018 تلقت المصلحة 587 ألف طلب بشأن الديون غير المدفوعة، ما يعني زيادة بنسبة 12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 وحسب أرقام المصلحة. وتشمل تلك الزيادة جميع الفئات العمرية ومن كلا الجنسين، فيما هناك ما يقرب من 273 ألف شخص إضافي مسجلين لم يدفعوا فواتيرهم في الوقت المحدد، أي زيادة بنسبة 10.2% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. أعلنت مجموعة نورديا، أكبر مجموعة مصرفية في شمال أوروبا، في بيان لها أنها في طريقها لإتمام نقل مقرها من السويد إلى فنلندا المجاورة هذا العام. وصدر بيان المجموعة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية السويدية على خطة اندماج ونقل المقر الرئيسي لنورديا إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي. وقالت هيئة الرقابة المالية أن بنك نورديا قام بتقييم ما إذا كان الدائنون بما في ذلك المودعين أو المصلحة العامة سوف يتأثرون سلبا بالدمج. وأضافت الهيئة أن هذه الخطوة لن تزيد المخاطر بالنسبة للمجموعة أو البنك الأم أو الاقتصاد السويدي أو حتى دافعي الضرائب السويديين. أنتقل بكم الآن إلى درجات الحرارة لهذه الليلة ونهار الغد. بهذا تنتهي نشرة الكومبس، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية جاستريبول، اس اي موبلر، دينتالي.